حالات القيام بالعمل أو بالمهمة كام حالة؟ يا إما تقوم على أداء المهمة، يا إما تقعد لأداء المهمة، يا إما ترتخي أو تنام لأداء المهمة، تضطجع يعني. يعني أنت لو بصيت لواحد بيقوم بحاجة ممكن تلاقي واحد، أنا آسف اللفظ، نايم على بطنه كده بيصور أو قايم بمهمته، بس في الحالة دي إيه؟ مضطجع يعني، بيأديها بس يعني مش قد تكون لازم للوظيفة. يعني واحد عايز يصور حاجة مش طاير غير إنه ينام بالكاميرا مثلا عشان زاوية التصوير كده. يبقى حالات القيام بالمهمة يا قيام يا قعود يا اضطجاع. هو اختار ليه؟ أولا هو اللي بيتكلم، اختار ليه القعود؟ لو أنت درستها تلاقيها أريح حالة له للقيام بالمهمة. مرضيش يقوم لا يتعب فيفشل في المهمة، مرضيش يضجع لا ينام وتروح عليه نومة ويسيب علاء. فإمتى يبقى شغال معاك براحته وهو مرتاح، له تعبان من القيام ولا خايف النوم؟ في حالة القعود. يعني له مجهد وله مرتخي، أهو كده. له مجهد يتعب فيزهق فيبطل، وله مضجع فلحسن ينام وهو شغال. فاختار لفظ تبين لك قد ايه هو فاهم شغله. لأقعدن، لما لا اقعد واشتغل هشتغل وانا ايه؟ وانا مرتاح، فهدي انتج احسن. هيبدع يعني، هيبدع ينتج احسن. اعد لك بقى انت، حتى في التعبير البلدي ده اعد لي. اعد لك يعني ايه؟ لا هو هيتعب من القيام، ما هو لو قام جنبك وقف هيجي بعد 10 دقائق ساعة حسب قدرته، بس هيجي وقت عليه ايه؟ يتعب، عايز يتعب، عايز يرتاح، عايز يرتاح قصدي. التاني اللي اتضجع ممكن تتلفت كده تلاقيه نام، صح؟ هو اختار ايه؟ احسن وضع يؤدي فيه المهمة بحيث انه يبقى مستمر فيها. انا ربطت كده بحاجة او بآية تانية فضل. في القرآن الكريم سبحان الله جات على ذهني عشان برضو تربط ان المسألة زي ما اتفقنا في الحلقة اللي فاتت فيها سعي، وانك عشان تشتغل وعشان توصل لازم تشتغل بذمه وبامانه وضمير وبتعب. لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول يا يحيى خذ الكتاب بقوه، حط خط تحكيم بقوه دي. ما قالوش خذ الكتاب بس، خذ الكتابه بس ايه؟ الاخذ يبقى اخذ ايه؟ قوي بقوه. يبقى خد بالك توصيف القوه هنا للاخذ، لان الكتاب يستحق هذا. يعني الكتاب قوي، فلازم لما تاخد ايه؟ بقوة. ايه بقى اخذ الكتابة بقوة؟ تقف على الالفاظ، تتحرى المعاني، تدقق، تتدبر، كل ده اخذ بايه؟ بقوة. يعني من يقرأ يقرأ، لكن من يتدبر اخذ ايه؟ بقوة. بقوة. طيب هو قاعد لأقعدن. ما ننساش دي. انه قاعد، لا واقف هيتعب ولا مضجع هينام. بالعكس، ده انت تنام وهو ايه؟ صاحي. بدليل انه بيضيع عليك صلاه الفجر ازاي؟ انه يخليك نايم لان هو صح. فيختم على قلبك، يختم على اذنك بالالفاظ بقى بتاعت الاحاديث ان شاء الله نبقى نوصفها، لكن كلها الفاظ تدل على ايه؟ انه صح وانت اللي نمت لان هو قاعد. ما اسهل زبط من نبي والله ولا الموبايل. مش كده؟ الموضوع سهل جدا. انت قائم، انت قائم فبتتعب ومضجع فبتتعب، صح؟ انما هو ايه؟ قاعد على طول فما بيتعبش. كويس. لأقعدن، عشان أبين بس لسالة مش قيمة السؤال اللي تسأل. لأقعدن لهم. ولهم دي فيها الترصد لكل واحد قريب. كل واحد له واحد مكلف. طيب الآية اللي بعد كده بتقول ثم لآتينهم من بين أيديهم، تعال بقى في دي، ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. عندنا كذا قضية هنا. أول قضية خدت بالك إن إحنا إن هو جالك من كم جهة؟ اللي من بين الأيدي ومن الخلف ومن اليمين ومن الشمال. كم جهة؟ أربعة. ساب اتنين من فوق ومن تحت، ما عرفش يقرب من دول. ليه؟ جهة الفوقية حرسها الله لك لتطمئن وأنت تدعوه، وجهة التحتية حرسها الله لك بقيامك وركوعك وسجودك. يبقى إذن
الراجل اللي بيسرح في الصلاة العيب منه ولا من الشيطان؟ لا منه. منه هو، لأن دي جهة محروسة، ده ما قدرش يقرب منها. لا قال من فوقهم ولا قال إيه من تحتهم، لا ما جابش دول. الفوقية حرسها لك الله تبارك وتعالى لتطمئن وأنت تدعوه. واحد يقول لك أدعو كده والشيطان يبقى في السكة، لا، إنه لطمنك على دي، ولذلك هو ما فتحش بقه فيها. دي الايه؟ الفوقية. طب والتحتية بتبدأ الصلاة ازاي؟ على عشان اطمنك على التحتية، تبدأ الصلاة قائما وبعدين في عندك حالة ايه؟ ركوع. وبعدين سجود. اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وهو ساجد. فازاي يجيلك من هنا؟ حرصها الله تبارك وتعالى ومنعه منها. يبقى عندك جهتين، لو انت اشتغلت عليهم تضرب له الاربعه. وفي السجود دي احنا ساجدين على سبع مواضع. أيوة. وكأن كل موضع بيقفل باب من ابواب جهنم من الحراسه. برافو عليك. طيب انا من ضمن الادعيه الماثوره كتير اللي كنت دايما اقراها واسمعها عن المصطفى صلى الله عليه وسلم في اخر دعاء كده، واعوذ بعظمتك ان اغتال من تحتي. هل ده له علاقه باللي احنا بنتكلم فيه؟ علاقه قويه جدا ومعنى عميق جدا، أرجو إن إحنا نقف عليه كلنا. لأن كان دعاء الرسول الأساسي إيه؟ أنك لا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. في ديننا المصيبة لما بتيجي في الدنيا لو أنت مسلم حق ما يهمكش، لها ثواب. مش بس كده، خلصانة دنيا، صح؟ صح. لكن لو جات لك في الدين، إيه مصيبة الدنيا؟ أكبر مصيبة في الدنيا الموت، صح؟ لو اللي ميت اللي أنت زعلان عليه ده من الصالحين، بالله عليك تزعل؟ طبعا لا. لما ينتقل من جوار الخلق إلى رحاب الحق، يعني أنا أتذكر جيدا وفي ودني، ها؟ لما تسمع أحد الصحابة بنته اللي هو الإمام أبو بكر الصديق بيعيطوا عشانه، بلال بيعيطوا عشانه، فلسفتهم كانت ايه في الموت؟ قال لها لا كرباه على ابيك بعد اليوم. تقول وا كرباه؟ قال لها لا كرباه على ابيك بعد اليوم، غدا نلقى الاحبه محمدا وصحبه. ده انا رايح قبل الرسول. زعلانين على ايه؟ لما الرسول صلى الله عليه وسلم يكلم السيده فاطمه في ودنها، فبعد البكاء تسكت بل تبتسم. المصيبة في الدنيا مقدور عليها، ده المشكلة ده ورسول صلى الله عليه وسلم بيحتضر. المصيبة في الدنيا مقدور عليها، لكن في الدين. وعشان كده انا بقول لهم ايه، الراجل اللي ميت انا عارف ان اعماله مش ده، سر البكاء بقى. انا اقسم لك بالله لما انا ابقى عارف ان فلان، من غير تسمية، من ان فلان كان يصلي، كان يصوم، كان يحج، كان مخلصا، كان أوابا، كان توابا، لما يموت أزعل؟ زعل هيبقى إيه؟ يعني خلينا زعل فراق يعني، مات فجأة كده وصغير في السن وجالنا تليفون فلان مات، ما بلاش مش يعني، شوف والعياذ بالله، في واحد يقول لك طلبنا ثلاث مرات يتحقق من الكلام، أنت متأكد إن فلان؟ أي يا أخي أيوه، لأنه صغير ومتعشي ونايم. أنا في سؤال كنت عايز أسأله وخايف، كان معانا الحاج عبده ده صديق لنا كلنا، وهو أدرى واحد بحال الراجل ده، فقلت له حاج هو في سؤال أنا عايز أسأله، قال لي لا اسأل. قلت له صلى الفجر؟ قال لي آه طبعا، ده بيصلي الفجر كل يوم. أقسم لك بالله حزني راح، آخر حاجة قبل ما يقبض صلى الفجر طاعة وطلع مات ما شاء الله. فلما أنا خايف أسأل السؤال، خد بالك لا تكون الإجابة إيه، لا دي ولذلك أنا بقول لهم في يعني بعض الساده المشاهدين يقول لك ايه، هل الصلاه يعني محوريه للدرجه دي؟ لا حول ولا قوه الا بالله. ده انتوا لازم تفهموا دي كويس قوي. ده انت الحديث ده لو خدت بالك منه تعمل ايه؟ لو صلحت دي ينصلح حالك كله من غير انت بقى. يعني خد بالك من حديث الرسول كده، اول ما يسال عنه المرء يوم القيامه اذا صلح صلاته، اذا صلحت ها صلح سائر عمله، مش كده؟ يبقى انت هتظبط واحده يتظبط لك الباقي، ويبقى كده كان اللي بيصلي انت محروس. برافو عليك، يبقى انت قفلت له. خد بالك انت قفلت جهه هو مش قادر يجي لك منها. فلما ظبطتها اتقفلت عليه ايه؟
كل الجهات. ووريك بقى تقفل بقية الجهات ازاي. وكمان لما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء مخ العبادة، الدعاء هو العبادة او هو العبادة يبقى دي كمان الايه الفوقية. ما انا بقول لك انت الحتة دي وانت بتدعي تبقى مطمن ليه؟ مفيش. ان مفيش هو مش هنا يا رب دي هو مش هنا، الشيطان مش في المنطقة دي، هو هنا بس بحرص وهنا بحرص، لكن مفتوحة له جهتين يعني يرتع فيهم، من بين ايديهم ومن خلفهم. طيب قبل ما في الجزئية دي عايز اقول بس معلومة عشان انا متأكد ان في ناس تحب تعرفها للي ما يعرفهاش. ليه السيدة فاطمة والرسول صلى الله عليه وسلم كان بيحتضره في مرض الموت، ليه كانت حزينة في الاول وبعدين لما همس في ودانها ليه ابتسمت؟ هو قال لها انها اول من تلحق به من اهل بيته. يبقى اذن هنا شوف خد بالك بقى، ده موضوع اصله كبير. خد بالك ده بيقول لك هتموتي، مفروض الواحد يتخض مش كده يزعل. فعملت ايه؟ تبسمت. يبقى صدق فيها دعاء الرسول السابق، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اجعلها يا ربنا في ايدينا ولا تجعلها في قلوبنا.